عاشق. اجينا هاني جراي، لقينا يعني اللي قدرنا نطلعه، لقينا بنت طفل عمره سنه ونص، اخذناها وديناها على المستشفى. الله اكبر، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. احنا بقول لك مناطق آمنة، فيش مناطق آمنة في غزة، لا في غزة ولا في الشمال ولا في الجنوب. وبقول لك انه هذه مناطق مستهدفة. ايش المستهدف؟ اطفال، شيوخ، بنات، نساء، هاي اللي استشهدوا. فيش حد مطلوب في المناطق هذه.